أهل البيت ويطهرنكم تطهيرا وادخلن ما يتلى في بيوتكن من آيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وادخلن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وادخلن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. لا إله إلا الله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. وبلغنا